عقد وفد تشاد المشارك في المهرجان الدولي للشباب والطلاب بمدينة سوتشي الروسية حديثا صحفيا حول مشاركتهم في المهرجان في الفترة من 12 إلى 25 من أكتوبر الماضي إلى جانب 187 دولة. تقرير آدم حسن المكاوي. هكذا ترقصت مدرجات سوتشي بإيقاع ونغم تشاد الجميل الذي عزف أوتاره وفد أبناء تشاد المشارك في المهرجان الدولي للشباب والطلاب في حضرة قرابة 25,000 شخص. أدركوا المقطوعات الموسيقية التشادية الداعية إلى السلام والحب بدون ترجمة أو وسط، وذلك لأن السلام والحب لا لغة لهما. ولتنوير الرأي العام الوطني عن حيثيات المشاركة، جاء المؤتمر الصحفي هذا للوفد المشارك في مهرجان سوتشي بدورته 19، حيث قدم الوفد المشارك عرضا لمختلف النشاطات التي قام بها في المهرجان بدءا بالمشاريع المختلفة. ويعتبر المهرجان بمثابة منصة للحوار والتواصل بين شباب العالم. احنا هدرنا في المهرجان من سوتشي روسيا وقدمنا مشاريع كثير. هنا الإيرفي الفنان قدم أغنيته وأغنية دبيقة مش لإمنة عن المهرجان، ده شيء كبير. كما تداخل عدد من المشاركين بالمهرجان في هذا المؤتمر بتجاربهم الشخصية وكذا شرف تمثيلهم للبلاد في هذا المحفل الدولي. وخلال المؤتمر قدم الصحفيون أسئلة واستفسارات حول دواعي مشاركة البلاد بوفد مصغر يتكون من 16 شخصا بينهم امرأة واحدة. أجاب عليها رئيس الوفد بأن مشاركة 16 كانت بجهود فردية بدون دعم الدولة. محفل سوتشي ترك تشاد في هذا المحفل بصمة واضحة عبر فقرة غناء المغني التشادي ديلا قلوم جازربي إيرفي. قرير نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من الفضائية التشادية من أنجمان. نشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. نلقاكم، دمتم في أمان الله.